بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن، الصفحة 27 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فوطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فوطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فوطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بما ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبره الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تمد له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي ردى لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تمد له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا، فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة. وفيه أيضا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى،
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو أنيس عن عون قال قال عبد الله من هومان لا يشبعان صاحب علم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتنادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روى هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال أرأيت إن كان على الهدى أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تسجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متواعدا ومتهددا كلا وإن لم ينتهي أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها فليدع ناديه أي قومه وعشيرته أي ليدعهم واستنصر بهم سندع الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعل لأخذته الملائكة. ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده. فأعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله فليدع ناديا سندع الزبانية. وقال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطع على عنقه لعنه الله. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة أيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافعوا لا يجدون مالا ولا أهلا.
وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن عاد محمد المصلي عند المقام لأقتلنه، فأنزل الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ هذه الآية لمسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقيل ما يمنعك؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته. قال فما فجأه منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقوله تعالى كلا لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر تفسير سورة اقرأ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والأسمة. تفسير سورة القدر وهي مكية الصفحة 29 و500. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصنا بإنزال القرآن العظيم فيها فقال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤمدني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال وشيخه يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وقال فيه يحيى بن معين وهو مشهور وفي رواية عن ابن معين قال هو ثقة ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر قلت وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة 40 واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلمهم بنو العباس الخلافة في سنة 32 فيكون مجموع مدتهم 92 سنة وذلك أزيد من 1000 شهر فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب والله أعلم ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث وهل هذا إلا كما قال القائل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وقال آخر إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص ثم الذي يفهم من الآية أن 1000 شهر المذكورة في هذه الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية فكيف يحال على 1000 شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر قال فعجب المسلمون من ذلك قال فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك 1000 شهر فأنزل الله هذه الآية ليلة القدر خير من 1000 شهر قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع ابن نون. قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر ولا. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من عمل 1000 شهر، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صياما وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ورواه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل من ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم. وقوله تعالى من كل أمر قال مجاهد سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله سلام هي قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة 27 أو 29 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله من كل أمر سلام
قال لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حدثنا حلوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعة ساكنة صاجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبح. وإن إمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه مكارة. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن سلمة بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيره في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر. وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عند جمهور العلماء فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراوي جازما به عن المذهب. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إكرمة بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله حدثني مرثد قال سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل الناس عنها قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره قال بل هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان هي قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اهتملت غفلته. قلت في أي الـ20 هي قال ابتغوها في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول الله اقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته وقال التمسوها في 7 الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها. وروى النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى يكون خيرا لكم لأن المراد رفع علم وقتها عينا. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء. وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. حدثنا حميد بن زنجوين السامي أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن جعفر بن أبي كثير حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتدى في كل شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. فصل.
ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان يحكى هذا عن أبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17، وروي فيه عن أبي داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود، وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص، وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي، ويحكى عن الحسن البصري، ووجهوه بأنها ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي 17 من شهر رمضان، وفي صليحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قضى الله تعالى فيه يوم الفرقان، وقيل ليلة 19، يحكى عن علي وابن مسعود أيضا رضي الله عنهما، وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر، وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه، وفي لفظ في صبح 21، أخرجه في الصحيحين. من فضلك تابع بقية المادة. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات، وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد والله أعلم، وقيل ليلة 24. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24، إسناده رجاله ثقات. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 24. ابن لهيعة ضعيف، وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة عبد الله بن وهب أنها ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعة: إن القرآن أنزل ليلة 24، وقيل تكون ليلة 25، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر، سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. قال: رحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، يعني الشمس. وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبده عن زر عن أبي فذكره، وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجاد من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا.
وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي، لأنها الكلمة 27 من السورة، فالله أعلم. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر: من أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الشهر يدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمال سبع، لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع، قال: هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية. وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا، فالله أعلم. وقيل إنها تكون في ليلة 29. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها في ليلة سابعة أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ففرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا، ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إنها آخر ليلة. فصل. قال الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له: أن ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكيم عن الشافعي، نقله القاضي عنه وهو الأشبه، والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحرياها فليتحرها في السبع الأواخر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن الممارة تقطع الفائدة والعلم النافع، كما جاء في الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهرة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها، فإنها كانت الهمة وتتقاصر على قيامها فقط، وإنما اختارت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يتوفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة. ولهما عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وهذا معنى قولها وشد المئزر. وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد. حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه، انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على سواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى، رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد هو ابن هارون حدثنا الدواري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق كهنس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال هذا صحيح على شرط الشيخين، ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر. رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها، في كل موضع شعرة منها ملك، ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل. وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر الله له بواحدة، ونجاه من النار بواحدة، وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب الأحبار وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل، فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر، فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس، فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينفرهما إلا في تلك الساعة، فتصير الشمس لا شعاع لها، ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة، فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله، فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا، فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وامرأة امرأة، فيحدثونهم حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدتموه العام، فيقولون وجدنا فلانا عام أول من في هذه الليلة متعبدا، وجدناه العام مبتدعا، وجدنا فلان مبتدعا، وجدناه العام عابدا.
قال: فيكفون عن استغفاء لذلك ويقبلون عن استغفاء لهذا، ويقولون: وجدنا فلان وفلان يذكران الله، وجدنا فلان راكعا وفلان ساجدا، ووجدناه تابيا لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، فتقول لهم سدرة المنتهى: يا سكان حدثوني عن الناس وسموهم لي، فإنني عليكم حقا، وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها. قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة، اللهم عجلهم إلي. فيبلغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه الله فيقول: وجدت فلانا ساجدا فاغفر له، فيغفر له. فيسمع جبريل جميع حملة العرش فيقولون: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة ومغفرته لفلان. ويقول: يا رب، وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة، وأجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به. فيقول الله: يا جبريل، إن تاب فأعتذر من قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي، أنت أرحم من جميع خلقك، وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم. قال: فيرتج العرش وما حوله، والحجب والسماوات ومن فيهم، تقول: الحمد لله الرحيم. قال: وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. آخر تفسير سورة ليلة القدر، ولله الحمد والمنة، مع بداية تفسير سورة لم يكن وهي مدنية، الصفحة 36. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد هو ابن سلمة، أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. حديث آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمن، حدثنا سفيان، حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم، تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زاد بن حبيش عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال حسن صحيح. طريق أخرى، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليب الحلبي، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول. قال: فقال يا رسول الله، وذكرت هناك؟ قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال: فقرأ إذن يا رسول الله. هذا غريب من هذا الوجه، والثابت ما تقدم، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن صرد عنه، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، وقال لكل منهما: أصبت. قال أبي: فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. قال أبي: ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال: أولم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطواف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه، وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الآية كما تقدم. وروى الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني: حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم المزني: حدثني فضيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، فيقول: أبشر عبدي، فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. حديث غريب جدا. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي كنثم عن مطر المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، ويقول أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، وهكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله تعالى فيها كتب قيمة، قال ابن جرير أن في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤت الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وذلك دين القيمة أي الملة
القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم، أي يوم القيامة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة استوى عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. آخر تفسير سورة لم يكن، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.